العقيدة وأثرها في الأمة الإسلامية، فأقول لا بد أولا أن نعرف ما هي العقيدة. العقيدة هي ما عقده القلب من الإيمان واليقين بما يجب اعتقاده، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي العقيدة التي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأنه الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، المدبر لجميع الأمور، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يجب أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا ينكر. الإيمان بانفراده بالألوهية التي بني عليها الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه العقيدة في الألوهية يجب على الأمة الإسلامية أن يتفقوا عليها، وأن يبحثوا في جميع أقطار الدنيا هل المسلمون قد حققوا هذه، أم لديهم من الشرك ما ينافيها. وأول من يقوم بهذا هذه الرابطة، رابطة العالم الإسلامي. إن بعض الأمة الإسلامية في بلاد المسلمين تقوم بما ينافي هذه الحقيقة، وهي أن لا إله إلا الله، فعندهم من المشاهد وعبادة غير الله عز وجل والاستعانة بالأموات والاستغاثة بهم ما هو معلوم لمن شاهد أو سمع، وهذا أمر يجب أن تتوحد الأمة على نفيه وإنكاره وبيان الحق في جانبه. ويتضمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بانفراده بما يختص به من الأسماء والصفات، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وله من الأسماء الحسنى والصفات العليا ما هو معلوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعقيدة في هذه الناحية بالذات
واضحة سليمة بينة ليس فيها قلق وليس فيها نكد، وهي التي سار عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تدبر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، تجد أنهم في غاية الأدب مع النصوص، لا يتجاوزونها ولا يقصرون عنها، يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة، وينفون ما نفى الله عن نفسه من الأوصاف على وجه الحقيقة. توحيد الأمة الإسلامية على هذه القاعدة، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ونفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات، أمر ضروري، لأن هذا يتعلق بالخالق عز وجل، يتعلق بالمعبود، فإذا تفرقت الأمة فيه فهذا يعني أنها تفرقت في معبودها وما يستحق من الأسماء والصفات. ويجب على الجهات المسؤولة عن الأمة الإسلامية أن تحاول توحيد الأمة الإسلامية على هذا الأصل حتى لا تتفرق، حتى لا تزيغ. رضي من رضي وسخط من سخط، ولا يمكن أن تتوحد أمة تختلف في معبودها جل وعلا. لذلك لا بد من الاتفاق على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات. هل يمكن لأمة أن تتحد وهي تختلف في معبودها، هل هو في السماء أو في الأرض، هل هو بائن من خلقه عال عليهم أو هو مختلط بهم في أماكنهم؟ لا يمكن، لأن هناك فرقا عظيما بين من يعتقد أن معبوده جل وعلا فوق كل شيء ومن يعتقد أن معبوده في كل شيء. فلا اتفاق مع هذا الاختلاف، وأرى أن